خالد قمر واحد من اللعيبه اللي في الفتره الاخيره لفتوا النظر بصوره كبيره جدا جدا، وهداف ولعيب اخلاق عاليه، واعتقد يعني مستنيين منك كتير يا خالد، لكن هي الاصابه قدر الله وما شاء فعل. والاول طمن كل جمهور مصر، نادي الزمالك واسكندريه وكل الجمهور، طمنهم على اصابتك، وصلت لفين وبتعمل ايه دلوقتي؟ والله في الاول وفي الاخر بحمد ربنا على الاصابه طبعا، ان هي اصابه الصليبه دلوقتي بقت يعني ما بقتش زي الاول. الاول كان ممكن واحد يقعد يجيله صليبي يقعد فيها سنه سنتين، دلوقتي انت بتعمل 5 6 شهور بتلاقي نفسك يعني زي ما بقول لك عامله زي الدواء زي الكحه كده، يعني بقت عادي يعني. بس هي محتاجه جهد ومحتاجه انك انت تركز في التمرين وكده. انا الحمد لله بقالي 5 شهور منتظم في مع كابتن تامر مع تبع دكتور علاء شاكر في المعادي. الحمد لله دلوقتي تميت بقى 5 شهور دلوقتي بتمرن كويس الحمد لله. وصلت لمرحله ان انا ان شاء الله ان انا انزل الملعب، بس انا مش هستعجل برده، قدامي لسه شويه. شايفك مش مستعجل اكيد. انا مش عايز مثلا، في ناس كتير يعني انا هموت والعب، يعني انا نفسي العب كوره، نفسي انا حتى دلوقتي بتشوف لسه متفرج على ماتشات كوره من بعد الاصابه الفتره دي، يعني عايز العب، بس انا مش هستعجل. انا اللي خلاني فضلت 5 شهور لا استنى 6 شهور 6 شهور ونص، على اساس ان الواحد ما خلاص بقى يعني ما يرجعش تاني يندم على حاجه. بس الواحد بيحمد ربنا على اللي هو فيه طبعا، ان هي جت في وقت الزعل، بس هي جت في وقت ان الواحد كان زي ما انت عارف كان بدا يفوق والثقه ترجع وجوان كان المفروض ان انت تخش منتخب مصر، كان خلاص كان كلموني وكان المفروض كنت ابقى موجود في المنتخب. بس وانا بحمد ربنا طبعا ان هي جت فيا، ما جتش في اهلي، ما جتش في حد تاني. الحمد لله على كل حاجه الحمد لله.